أعطى الحسين عليه السلام لربه كل ما يملكه وهو عبد الله، فهل يكون عزيزا على الله وهو ربه أن يعطي جنته على دمعة واحدة تذرف في مصائب الحسين؟ أليس الله أكرم من عباده؟ كما تتقرب إلى الله تعالى بزيارة الحسين والسلام عليه عند ضريحه، كذلك تتقرب إلى الله بالبراءة من أعدائه ولعنهم، ابتداءً من أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد إلى آخر تابع له على ذلك، شاء من شاء وأبى من أبى. في قلب كل مؤمن صادق منبر من منابر الحسين عليه السلام، وفي ضمير كل حر أبي جذوة من حماسة الحسين، وفي يد كل ثائر مصلح راية من رايات الحسين. ذكر مصائب الحسين وآلام الحسين والبكاء عليه وإحياء أمره هي من أقرب وسائل الارتباط بصبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، ومن خلال الارتباط بالحسين يتم الالتزام بكل تعاليم الرسل والأنبياء. لقد علمنا الحسين عليه السلام أن نكون أسخياء في بذل الدماء وبخلاء في هدر الكرامات، وأن نكون رحماء مع أصحاب الحقوق وأشداء مع مغتصبيها. حقا إن الحسين أعظم نجم أطلقتها رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سماء الهداية. نهضة الحسين تسقط أعذار جميع المتقاعسين عن نصرة الدين في كل زمان ومكان، فهل هنالك حياة أغلى ودم أشرف ونفس أعز من حياة الحسين ودمه ونفسه؟ وقد أرخصها جميعاً لإنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة.